الميراس البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس أول مباراة له في كأس العالم للأندية فيفا قطر 2020 عندما يواجه بطل كونكاكاف تيغريس المكسيكي في قبل النهائي. الفريق البرازيلي يحاول بلوغ النهائي والبحث عن خامس ألقاب بلاده في البطولة، فيما سيسعى تيغريس لأن يكون أول ناد مكسيكي يبلغ النهائي. تفاصيل أوفى في تقرير يوسف آية الحاج. لعب بالميراس دور البطولة منذ البداية وحتى رفع كأس ليبرتادوريس أمام مواطنه سانتوس بهدف قاتل من البديل برينو، نال لقب بطل أبطال أمريكا الجنوبية ونصب نفسه سفيرا لبلاده ومنطقته في كأس العالم للأندية فيفا قطر 2020. مشوار رائع للفيرداو بقوة هجومية هائلة هزت شباك المنافسين في 33 مناسبة ب13 مباراة، بينما لم تتلقى مرماه سوى 6 أهداف. أربعة من لاعبيه وهم الحارس فيريتون واللاعبون مينينو وروني ولويس أدريانو اختيروا ضمن التشكيلة المثالية لكأس ليبرتادوريس للعام 2020. إحصائيات تبرز تألقا لافتا لأكثر الأندية البرازيلية فوزا بالبطولة المحلية 10 مرات، وهو الآن يفتح نافذة على العالم وأمامه إنجازات مواطنيه من الأندية البرازيلية التي فازت باللقب مثل كورينتيانس، ساو باولو وإنترناسيونال أو أخرى لعبت النهائي وآخرها كان نادي فلامينغو العام الماضي. نحن مستعدون لهذا التحدي بطبيعة الحال، نعرف جيدا أنه خصم يتمتع بخصال فردية وجماعية، ولكن بالتأكيد هذا لن يؤثر على أهدافنا ولن يغير طموحنا، وهذا لن يغير أي شيء فينا وما يجب أن نقوم به في هذه المباراة. المهمة لن تكون سهلة البتة أمام فريق تيغريس أونال المكسيكي المشارك للمرة الأولى في البطولة العالمية. الفريق الذي أظهر شخصية بطل يحمل لواء تمثيل كوكاكاف مستندا على تاريخ طويل من مشاركات الأندية المكسيكية، لكنه يسعى لأن يكون أول ناد من بلاده يبلغ النهائي. في لقائه الأول بالبطولة ترك الاستحواذ على الكرة لمنافسه أولسان هيونداي الكوري الجنوبي وهزمه بهدفين لواحد بعدما عاد من تأخر في النتيجة. نجمه الفرنسي أندري بيير جينياك لعب أدوارا مختلفة فكان الهدافة والملهمة واستحق أن يكون رقم 10 كامل الأوصاف. واجهنا العديد من الفرق البرازيلية مثل فريق بورتو أليغري، وأعتقد بأن أنه مشابه للفريق الذي سنواجهه الغد، ولكن فريقنا بالتأكيد مركز جدا ويعمل على التعامل بشكل جيد مع طريقة فريق بالميراس. تذهب الترشيحات إلى تأهل نادي بالميراس البرازيلي إلى الدور النهائي لكأس العالم للأندية فيفا قطر 2020، لكن ما قدمه نادي تيغريس أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي يجعلنا نراجع الكثير من الحسابات بهذا الخصوص. هناك إمكانية لتأهل أحد الفريقين إلى المباراة النهائية للبطولة. من أمام استاد المدينة التعليمية في الريان، يوسف أيت الحاج، ليبيان سبورتس.